اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معكم عمرو حمدي من قناه عمرو وايمان. فيديو النهارده هيبقى عن كورس ازاي تتعلم مونتاج بسهوله، تابعونا. مقدمه عن برامج التسجيل. في العديد من برامج التسجيل المدفوعه والمجانيه، منها اللي بتسجل بس واللي بتعدل بس، ومنها اللي بتسجل وتعدل في نفس الوقت. طبعا احنا هنتعلم على برنامج مدفوع. برنامج النهاردة استهلاكه على الجهاز خفيف، ما بياخدش موارد كتير وما بتطلبش امكانيات عالية قوي، ولكن كل ما زادت امكانيات الجهاز بقى الوضع افضل. برنامج النهاردة ممكن يستخدمه الناس اللي بتعمل تسجيلات وكورسات تعليمية او ارشادية. برنامج النهاردة في امكانية التسجيل والتعديل. برنامجنا اسمه كامتازيا. برنامج كامتازيا برنامج مدفوع سهل الاستخدام جدا، زي ما قلنا مش بيستهلك كتير من موارد الجهاز، وموجود على موقع الرسمي بتاعهم، وهسيب لكم لينك التحميل بتاع البرنامج في الديسكريبشن. على فكره كامتازيا من البرامج المشهوره جدا اللي ممكن يكون اكبر يوتيوبرز بيستعملوه في فيديوهاتهم. ربنا ييسر ان شاء الله واقدر ان انا اقدم لكم حاجه مفيده تستفيدوا بيها. قبل ما ندخل في الشرح، أتمنى إن كنتوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش توصلوا الفيديو دوت لألف لايك. إن شاء الله بإذن الله أنا هتكلم في سلسلة كده على إزاي أعمل مونتاج ببرنامج كامتازيا، وهشرح إيه هو برنامج كامتازيا وإزاي إن أنت تشتغل عليه، وإيه هي التأثيرات وإزاي تحط الإفكتات والكلام دوت، ازاي بعد ما تخلص ان انت تحط اللوجو بتاعك وتحط الحاجة بتاعتك، وازاي تاكسبورت ملف يكون بجودة كويسة تقدر ان انت ترفعه على اليوتيوب. تمام كده. قبل ما اشرح البرنامج هنتكلم على اساس برامج المونتاج. فبرامج المونتاج كتير جدا، منها مثلا افتر افكت، منها بريمير، منها الفيلمورا، منها كامتازيا. برامج كتير جدا، في منها المدفوع وفي منها المجاني. برامج المونتاج بتبقى أساسها أربع حاجات، هي التسجيل والتقطيع والحركات والتأثيرات اللي بتتحط على الفيديو، بعد كده آخر حاجة النشر. بيختلف طبعا التقطيع من برنامج لآخر، والحركات والتأثيرات لكل برنامج بتستعمله. التسجيل والنشر بيكون طريقتهم متشابهة واحدة. متطلبات التسجيل لازم يكون عندك جهاز، نسخة ويندوز ونسخة برنامج تسجيل أو برنامج كامتازيا زي ما هنشرح، ومايك وسماعات للرأس عشان خاطر تسمع تسجيلك بوضوح وتنعزل عن العالم شوية. إن شاء الله هعمل عدة حلقات متتابعة هتضم كل اللي عايز أقوله، بس لأن البرنامج مش هيتلم في حلقة أو اتنين. وإن شاء الله الكورس دوت ينفعكم ويعجبكم. ياريت تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس وتتابعونا عشان يصلكم كل فيديوهاتنا. شكرا للمشاهدة، وإن شاء الله انتظروا الفيديو القادم بإذن الله.